حديث عظيم جعل الإمام الألباني رحمه الله تعالى يسجد لله تعالى شكرا لما تلقن من صحته. قال الألباني رحمه الله: حديث أظناني البحث عنه حتى وجدته فسجدت لله شكرا. عن أنس رضي الله عنه قال: جاء إعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني خيرا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فعقد الإعرابي على يده ومضى وتفكر ثم رجع، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفكر البائس. فجاء فقال: يا رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا لله فما لي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا إعرابي، إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، وإذا قلت والحمد لله قال الله صدقت، وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت، وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت، وإذا قلت اللهم اغفر لي قال الله قد فعلت، وإذا قلت اللهم ارحمني قال الله قد فعلت، وإذا قلت اللهم ارزقني قال الله قد فعلت. فعقد الإعرابي على سبع في يده ثم ولى. قال العلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وهذا إسناد جيد. فقد أظناني البحث عنه حتى وجدته فسجدت لله شكرا على توفيقه، فأسأله المزيد من فضله. رحم الله الإمام المحدث الألباني. انظر كيف فرح فرحا شديدا حينما تأكد من صحة هذا الحديث العظيم، وحق له ذلك، فالفضل الذي فيه مما تنشرح به صدور المؤمنين. احفظوها باختصار: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني. أسأل الله سبحانه وتعالى لمن أعان على نشر هذا المقطع أن يغفر له ولوالديه، وأن يرحمنا برحمته، وأن يفرج كربته، إن ربي سميع مجيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.